أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا المقطع الرهيب فيه مناقشة بين داعية التوحيد وأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام الذي وفى لله عز وجل بما أراده منه سبحانه وتعالى، حيث ناقشهم في التوحيد وأن آلهتهم لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا، وقال لهم أنه عادى هذه الآلهة إلا الله عز وجل الذي يطعمه ويسقيه، وإذا مرض فهو يشفيه. فهذا الإله الذي يحميه من كل سوء ويريده كل خير هو الذي يستحق العبادة. فماذا تنفعهم عبادة آلهة لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا، بل ولا تستطيع أن تحمي نفسها؟ هذا كلام داعية التوحيد، داعية التوحيد إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا الله عز وجل أن نذكره مقرونا بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الذي أمرنا ربنا أن نذكره مقرونا بالنبي صلى الله عليه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وما ذلك إلا استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني اجعل لي ثناء حسنا في الآخرين من الأمم. فاستجاب الله عز وجل له فذكره في الملأ الأعلى، ثم أمرنا بذكره مقرونا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر لله عز وجل
وقام لله عز وجل ووفى لله عز وجل، وكما قيل إبراهيم عليه السلام وفى لله عز وجل فقدم جسده للقربان وقدم طعامه للضيفان، قد وكما قيل قدم جسده للنيران وقدم طعامه للضيفان وقدم ولده للقربان، فاستحق بذلك رضا الرحمن صلى الله وسلم على إبراهيم وعلى سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء أجمعين.